المؤلف أيمن سليم يهاجم أصالة رغم العمليات اللي خلتها شبه العرايس الحلاوة ما قدرتش تجمل قلبها اللي مليان غل وسواد. هاجم المؤلف أيمن سليم المطربة السورية أصالة نصري بعد الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، والذي ظهرت فيه من إحدى حفلاتها وهي تحرج المايسترو هاني فرحات. وقال سليم في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقا على فيديو أصالة: فيديو مرعب، الناس كلها بتشيره المطربة أصالة وهي بتقل ذوقها وأدبها وبتمدح فيه مايسترو آخر غير هاني فرحات مايسترو حفلتها. وأضاف بتقول إنه أهم من هاني وأحلى من هاني، كل ده بسبب خلافها مع أنغام اللي قاهرها ومنكدة عليها عيشتها، لأن هاني فرحات بيشتغل مع أنغام في كل حفلاتها. المشكلة إن مش أنغام بس اللي أحسن من أصالة، ده شيرين عبد الوهاب بكل عيوبها ومشاكلها أحسن من أصالة، وأمال ماهر أحلى من أصالة، وتابع للأسف رغم كل عمليات التجميل اللي خلتها شبه العرايس الحلاوة ما قدرتش تجمل قلبها اللي ما بيحملش إلا سواد وغل وسرب. في فرق بين العفوية وبين الوقاحة وقلة الأدب، موضحا إن القرشين اللي عملتهم بسبب تطبيلها المستمر وتزييف الحقائق والتاريخ أو قلبها وخلوها تتخيل إن الجمهور تحت جزمتها ومجبر يستحمل تصرفاتها العشوائية وقلة ذوقها على الأحلى والأهم منها. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحية قصة الثقافة ومعلومة، تابعونا